أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الحصيلة النهائية للحادث الذي وقع في منجم للفحم الحجري في الصين أوقع 21 قتيلا بين العمال الذين علقوا تحت الأرض في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف المصدر أن منافذ النفق الذي كان يعمل فيه العمال قطعت جراء انهيار الصخور. ووقع الحادث في 20 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري بمنجم في محافظة شادونغ، وتم إنقاذ شخص واحد من أصل 22 الذين علقوا داخل المنجم.